الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننقل لكم على بركة الله سبحانه وتعالى تفسير القرآن الكريم من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، تصنيف جماعة من علماء التفسير إشراف مركز تفسير الدراسة القرآنية. نقول بالله التوفيق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة: عليك أن تستعيذ بالله عند قراءة القرآن. أعوذ أي أعتصم وأستجير وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أعتصم بالله، والاستعاذة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى الخالق. من الشيطان الرجيم: الشيطان من شطون أي بعد عن طباع البشر. الرجيم وهو المطرود المشتوم. الفاتحة سمة الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها القرآن الكريم، وتسمى بأم القرآن اجتماعي على مضاعف القرآن من توحيد وعبادة وأحكام غيرها، وكذا تسمى الشافعي وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ على بركة الله مستعينا بالله تعالى، والبسملة هذه بسم الله أي على بركة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في عندما تكتب أو تقرأ أو تأكل قل بسم الله. الرحمن الرحيم: الرحمن ذو الرحمة الواسعة يرحم به من شاء من عباده، والرحيم الرحمة الواصلة. تقول: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل هنا: حمدني عبدي. الحمد هو وصف المحمود أي الله عز وجل بصفات الكمال، حبا وتعظيما، رغبة وخشية. حبا وتعظيما يعني أنت تصف الله عز وجل بصفات الكمال. العبد المخلوق يجوع ويعطش ويمرض وينعس إلى آخره، أما الله عز وجل حاش الله لا تعتريه هذه الصفات، صفات النقص. فتصف الله عز وجل بصفات الكمال حبا وتعظيما أي تحب الله عز وجل وتعظم الله عز وجل، رغبة ورهبة، رغبة ترجو وترغب عند الله من رحمة ومن جنة ونعيم، ورهبة تخشى الله عز وجل، تخشى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب أي مربوب، الله عز وجل أي المدبر. الرب هو المدبر، الله مدبر شؤون الخلائق. الحمد لله رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يعني الله عز وجل مدبر شؤون الخلائق، يرزقهم ويطعمهم إلى آخره. الرحمن الرحيم ذكرنا آنفا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الواصلة. وقيل الرحمن يشمل في الدنيا المسلم والكافر، يعني الكافر يعطيه الله سبحانه رزق إلى آخره، أما الرحيم خاصة في الآخرة للمؤمنين، يعني الله يرحم المؤمنين ما يرحم الكافرين. مالك يوم الدين، هنا الله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة، لا مالك سوى الله يوم الدين أو القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين يخصك وحدك يا رب العبادة، وخصك وحدك بالاستعانة. إياك أعبد لا أعبد غيرك، لا أصلي إلا لك، لا أزكي إلا لك، لا أصوم إلا، وهكذا. أي عمل تقوم به من عبادة هو يكون لله سبحانه خالص لا لغيره. وإياك نستعين يعني أستعين بك يا رب تعطيني المال والنعم والنعيم والولد إلى آخره، يعني لا أطلب غيرك، ما أستغيث غيرك، ما أطلب غيرك، لا أذهب إلى قبر وإلى ولي ولا إلى أي أحد، فقط وحدك. اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا وارشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم أي الطريق المستقيم الواضح، هو السير على الكتاب والسنة، ويوم القيامة الثبات على الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم أي يا رب ثبتنا ووفقنا وهدينا إلى الصراط أي الطريق الواضح الذي سار عليه الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير مضغوب عليهم وهم اليهود لأنهم حرفوا عن علم، فكل من ينحرف عن علم ودراية فهو مغضوب عليه يشابه اليهود. ولا الضالين أي النصارى انحرفوا عن جهل، كل من ينحرف من عباد المسلمين يعني جاهل وانحرف يشابه النصارى والعياذ بالله. وتقول عند نهاية أو ختم الفاتحة: آمين أي اللهم استجب، دعاء منك آمين أي اللهم استجب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله رب العالمين سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عندما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وتلا على همك القرآن فاختلفوا فيه، منهم من قال هذا السعر، ومنهم من قال الشعر، ومنهم من قال كهانة، ومنهم من قال صاط الأولين. رد الله عليهم كلا سيعلمون، ردع وزجر لهم، ثم كلا سيعلمون كأكد وكرر وشدد في الوعيد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي الليل للنوم والراحة والنهار للسعي لطلب الرزق. بنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات وجعلنا سراجا وهاجا الشمس تضيء وتتوهج الحرارة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ينزل المطر من السماء إلى الأرض لتنبت العشب والنبات وتكون بساتين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين للحساب، يوم ينفخ في الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل فتأتون إلى العرض ساحة العرض أفواجا أي زمرا زمرا جماعات جماعات، وفتحت السماء لنزول ملائكة فكانت أبوابا صارت ذات أبواب كثيرة، وسيرت الجبال فكانت سرابا انقلعت عن الأرض وطارت في الهواء. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أي مرجعا للطاغين والكفار لابثين فيها حقابة أبد الآباد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشها إلا حميما وهو الماء الحار وغساقة وهو صديد أهل النار. جزاء وفاق وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بالآيات ولا يؤمنون بالبعث ولا يطمعون في ثواب ولا يخافون من حساب. وكل شيء أحصيناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازة حدائق وعناب وكواعب أترابا، فازوا بالجنة ونجوا من النار والكواعب النساء ذات سن واحدة، وكأسا لهاقة مملوءة في الخمر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يملكون منه خطابا ألا يقدرون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه، ولا يملكون الشفاعة إلا بإذنهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي مصطفين، والروحنا ملك من الملائكة وقيل هو جبريل. إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة وقال صوابا شهد بالتوحيد، ذلك اليوم الحق يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهده مما عده الله له من أنواع العذاب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. الله رب العالمين سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحة سبحا فالسابقة سبقا في المدبرة أمرا. هذه الملائكة تنزل لأخذ أرواح العباد عن الأجساد، تأخذ الأرواح بقوة وتأتي ملائكة أخرى يأخذون أرواح المؤمنين إلى الجنة، وتنزل ملائكة لتدبير شؤون أهل الأرض من الرياح والأمطار وغير ذلك. يوم ترجف الراجفة يوم القيامة النفخة الأولى للصعق تتبع الرادفة النفخة الثانية البعث، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلقة مضطربة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك ذنكرة خاسرة. عندما يرى أهل من كان يكذب بالبعث عندما كيف بعثه الله وحاسبه وأدخله النار قال هذه خسارة، ولكن لا ينفع الندم فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة على الأرض بيضاء، جاء الله للحساب والقضاء بين العباد. رتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى
أي تتطهر من الشرك وهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى الآية الكبرى أي العصا أو اليد، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال آخرة والأولى، نكال آخرة عذاب العذاب الآخرة جهنم، الأولى أي الغرق في الدنيا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي كل من سمع بخبرك يتعظ ويخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم لأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل عمل تعمل في الدنيا تتذكره يوم القيامة. برزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر راحة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعمل بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يوم القيامة لا أحد يعلم متى القيامة إلا الله، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر ما يخشاها، أنت عليك النذير تنذر الناس وتخوفهم يوم القيامة، يستعدوا ليوم القيامة بالأعمال الصالحة وترك المعاصي، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأنهم عاشوا في الدنيا قدر صلاة الضحى أو عشية. والأمر والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا هواء القيامة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على رب العالمين. سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى، أي عرض بوجهه. أما من استغنى ذا ثروة أو استغنى عن الإيمان فأنت له تصدى، وما عليك إلا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أي جاءك مسعى طالب الخير والموعظة خاف أن تتشاغل عنه، كلا لا تفعل بعد هذه الحادثة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، صحف فيها من الحكمة والموعظة والعلم، لأنها نازلة من الله سبحانه وتعالى ونازلة من لوح المحفوظ، رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى، منزهة لا يمسها إلا المطهرون بأيدي الملائكة الكرام. قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، أي قتل لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره، خلقه من نطفة ثم أصلح له الجسد وخلقه له اليدين والعينين والرجلين وسائر الحواس، ثم يسر له طريق الخير وحذره من طريق الشر، ثم يموت هذا الإنسان فيدخل القبر ثم يبعث إلى الحساب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أل ينظر كل إنسان كيف خلق الله الطعام ليكون سببا لحياته. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، أي الله عز وجل أنزل المطر على الأرض، شق الأرض وأنبت فيه النبات وفاكهة وأبا، الأب كل ما أنبتت الأرض من ملائكته الناس ولا يزرعونه من الكلى وسائر أنواع المرعى. فإذا جاءت الصاخة أي الصيحة يوم القيامة تصخ الآذان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء أخص الناس من القرابة إلى الإنسان لما يرى من الهول يوم القيامة والأمر العظيم يفر منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يشغله عن أقارب، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة مشرقة، وهي وجوه المؤمنين. ووجوه يومئذ عليها غبر أي غبار وكدورة لما تراه مما عده الله لها من العذاب، ترهقها قترة أي يغشاها سواد وكسوف وذلة وشدة. أولئك يعني أصحاب الوجوه المغبرة هم الكفرة الفجرة هم الفاسقون الكاذبون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه رب العالمين. سورة التكوير، صحة في الحديث من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت، صحيح الترمذي. إذا الشمس كورت
كورت لفت كالكرة فيرمى بها، وإذا النجوم انكدرت تهافتت وتساقطت، وإذا الجبال سيرت قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء، وإذا العشار عطلت العشار النوق الحوامل التي في بطونها الأولاد أعز ما أنفس أموال العرب، تركت هملا بلا راع لما شاهدوا من أهوال العظيمة، وإذا الوحوش حشرت الوحوش تبعث يوم القيامة يقتص لبعضهم من بعض، وإذا البحار سجرت أوقدت فأصبحت نارا، وإذا النفوس زوجت نفوس المؤمنين بحور عين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين، وإذا الموؤودة سئلت بإذا من قتلت كانوا يدفنون البنات وهن أحياء مخافة العار أو الحاجة، فتسأل يوم القيامة بإذا من قتلت ودفنت حية، وإذا الصحف نشرت يوم القيامة تنشر الصحف للحساب، وإذا السماء كشطت أي تشققت وأزيلت، وإذا الجحيم سعرت أوقدت لأعداء الله إيقادا شديدا، وإذا الجنة أزلفت قربت إلى المتقين وأدنيت منهم، علمت نفس ما حضرت يوم القيامة تعلم كل نفس ما ترى الصحف ما تعمل من خير أو شر، فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس، والليل إذا عصعص الكواكب تخنس من نهار فتختفي تحت ضوء شمس، الجوار تجري في أفلاكها الكنس تكنس في وقت غروبها خلف الأفق، والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش، والليل إذا عصعص العرب تقول عصعص الليل إذا أقبل وعصعص الليل إذا أدبر، والصبح إذا تنفس أقبل بروح ونسيم، إنه لقول رسول الكريم يعني جبريل لكونه نزل القرآن جهة الله سبحانه وتعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لقوة عند العرش مكين، أي هو ذو رفعة عالية ومكان مكين عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم أمين، مطاع بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه، مؤتمن على الوحي غيره، وما صاحبكم بمجنون أي وما محمد يا أهل مكة بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين أي قد رأى جبريل أي قد رأى محمد جبريل بمطلع الشمس من قبل المشرق في صورته له 600 جناح، قال مجاهد رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة، وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني خبر السماء بالضنين لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه، وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما القرآن بقول شيطان الشياطين، فالقرآن ليس بالشعر ولا كان كما قالت قريش، فإن تذهبون أي طريق تسلكون أي أبي من هذه الطريق التي قد بينت لكلكم، إن هو إلا ذكر العالمين أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان والطاعة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي ما تشاءون الاستقامة لا تقدرون على ذلك إلا مشيئة الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الله رب العالمين. سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت انشقت لنزول الملائكة، وإذا الكواكب متثرت أي تساقطت متفرقة، وإذا البحار فجرت تفجرت البحار حتى أصبحت بحرا واحدا اختلط العذب بالمالح، وإذا القبور بعثرت قلبت تراب القبور وأخرج الموتى، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت كل نفس يوم القيامة ما عملت من خير أو شر وما أخرت من سنة حسن أو سيئة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما ورزقك ونعم عليك بنعمه التي لا تقدر، الذي خلقك من نطفة ولم تكن شيئا فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل، فعدلك جعلك معتدلا قائما حسن الصورة في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة شاءها من الصور المختلفة، وأنت لم تختر صورة لنفسك، كلا للردع والزجر عن اقترار بكرم الله وجعله ذريعة للكفر، بل تكذبون بالدين وهو الجزاء أو بدين الإسلام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هم الملائكة الحفظة يعلمون ما تفعلون، يقول إنكم تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة يصلونها يوم الدين أي يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به، وما هم عنها بغائبين أي لا يفارقون هذا العذاب أبدا ولا يغيبون عنها
بل هم فيها أبد الآبدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، كرره تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه وتهويلا لأمره. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لله، أي لا تملك نفس لنفس الأخرى أي شيء منفعة أو غيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. الله رب العالمين. سورة المطففين. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، وإذا كالوا لغيرهم ينقصون في الكيل والوزن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يخطر ببالهم إنهم يبعثون يوم القيامة يحاسبون على ذلك؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وأدراك ما سجين، كتاب مرقوم. هذا الكتاب فيه أسماء الفجار، ومنهم المطففون، مكتوبون في سجل أهل النار أو في حبس أو ضيق شديد. كتاب مرقوم أي مسطور. ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ويل يوم القيامة لمن وقع من التكذيب بالبعث وما جاء به الرسل. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا للردع والزجر. ران على قلوبهم، أحاطت الذنوب بقلوبهم والمعاصي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، أي محجوبون عن رب العالمين، لا ينظرون إليه كما ينظر إليه المؤمنون. ثم إنهم لصال الجحيم، داخل النار. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تقول لهم خزنة جهنم تبكيتا تبيخا لهم، هذا الذي كنتم به تكذبون به في الدنيا ذوقوه الآن في النار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي في الجنة، المؤمنون في الجنة. وما أدرك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي تحضره الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم، أي أهل الطاعة والإيمان في نعيم الجنة على أرائك، أي على أسرة. إن الأبرار في نعيم على أرائك ينظرون، أي على أسرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا رأيت هؤلاء أهل الإيمان والطاعة تعرف في وجوههم من النور والحسن البياض والبهجة والرونق، إنهم في نعمة. يسقون من رحيق مختوم، أي من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده. والمختوم الذي ختم ولا يفتح إلا هذا المؤمن في الجنة. ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك. وفي ذلك فتنافس المتنافسون. ومزاجهم من التسليم، أي مزاج ذلك الرحيق من تسليم هو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب الجنة. عين يشرب بها المقربون، أي يسقون الرحيم الرحيق أو التسنيم من عين يمزوجون بها كؤوسهم. إن الذين أجرموا وهم كفار قريش ومن وافقهم من على الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون المؤمنين ويسرون منهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، من الغمز وهو الإشارة بالجفون والحواجب. يعيرون هؤلاء أهل الإيمان والإسلام بالإسلام ويعيبون عليهم. وإذا انقلبوا، أي رجعوا الكفار إلى أهلهم من مجالسهم، انقلبوا فكين، يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم. يقال لهم هؤلاء الكفار يقول للمؤمنين إنهم لضالون وما أرسلوا عن المحافظين. الله لم يرسل هؤلاء الكفار موكلين على المؤمنين. فاليوم الذين آمنوا يوم القيامة من الكفار يضحكون، أي أن المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون على الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم ما نزل من العذاب، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. على رأيك ينظرون، أي ينظرون إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار، والمؤمنون متنعمون على رأيك على سره. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي وقد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد رب العالمين. سورة الانشقاق. إذا السماء شقت، وهو يوم القيامة، تنشق السماء وتنتثر النجوم. وأذنت لربها، استمعت لربها وأصغت. وحقت، أي وحق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع. وإذا الأرض مدت، أي بسطت ودكت الجبال حتى صارت قاعا صفصفا، وألقت ما فيها، أي أخرجت ما فيها من أموات الكنوز وطرحتهم إلى ظهرها، وتخلت أي تبرأت منهم من أعمالهم.
وأذنت لربها أي استمعت لما يأمر الله عز وجل به وأطاعت، وحقت أي وحق لها أن تتخلى وتستمع. يا أيها الإنسان، المراد جسم الإنسان يشمل المؤمن والكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا أي إنك ملاقي الله عز وجل بعملك. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم المؤمنون يعطون الصحف التي فيها بيان ما لهم من الحسنات بإيمانهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي لن يناقش الحساب، يكون عليه يسير، وينقلب إلى أهله مسرورا أي مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لأن يد الكافر اليمين مغلولة وتكون إن يد اليسرى خلف ظهره، فسوف يدعو ثبورا، الثبور هو الدعاء بالهلاك، ويصلى سعيرا أي نار جهنم، يقاسي الحر حر النار وشدتها. إنه كان في أهله مسرورا باتباع هواه وركوب شهوته، إنه ظن أن لا يحور أي ظن هذا أنه لا يبعث ولا يرجع ليوم القيامة للحساب والعقاب، بلى أي بلى إنه يبعث يوم القيامة يحاسب. إن ربه كان به بصيرا أي كان الله به وبأعماله عالما لا يخفى عليه من وخ منها خافيا. فلا أقسم بالشفق، يقسم الله تعالى بالشفق، والشفق الحمرة التي تكون بعد الغروب بغروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخر، والليل ما وما وسق أي ما جمع وضم وحوى ولف، والقمر إذا اتسق أي اجتمع وتكامل، لتركبون طبقا عن طبق أي لتركبون أيها الناس حالا بعد حال من الغنى والفقر والموت والحياة والحشر والحساب ودخول الجنة والنار. فما لهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلك. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي مانع، أي مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن. بل الذين كفروا يكذبون أي يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. والله على ما يعون أي بما يضمرونهم في أنفسهم من التكذيب ويجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. رب العالمين، سورة البروج. والسماء ذات البروج أي نجوم، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد المشهود المراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم الخلائق، والمشهود ما يشهد به الشاهدون. قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا، وأصحاب الأخدود هم الملك وأتباعه، شقوا الأرض وجعلوا فيها الأخدود وأضرموا فيها النيران وألقوا فيها المؤمنين. النار ذات الوقود أي الحطب، إذ هم عليها قعود قاعدين على الكراسي ينظرون إلى أحراق المؤمنين. وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لأنهم صدقوا بالله وآمنوا به. والله على كل شيء شهيد أي من شهيد على فعلهم بالمؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار، ولم يجعلهم خيارا في ذلك إلا أن يكفروا بالله ثم لا يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم، فلهم عذاب جهنم في الآخرة بسبب كفرهم، ولهم عذاب الحريق أي ولهم عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم، وهو عذاب الحريق بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الذين صبروا على نار الأخدود وثبتوا على دينهم ولم يرتدوا، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بسبب الإيمان والعمل الصالح، وذلك المذكور الفوز الكبير الذي لا يدله فوز. إن بطش ربك لشديد لمن عصاه أي أخذه للجبابرة والظلم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد أي يخلق الخلق أولا في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت، وهو الغفور الودود أي بالغ المغفرة للذنوب عباده المؤمنين. ذو العرش المجيد هو تعالى رب العرش العظيم والمجد، هو النهاية في الكرم والفضل. هل أتاك حديث الجنود أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم التي تجمع لهم الأجناد لقتالهم عليها.
فرعون وثمود المراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من العذاب، بل الذين كفروا في تكذيب، أي بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، والله من ورائهم محيط، أي يقدر أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأولئك، بل هو قرآن مجيد أي متناهٍ في الشرف والكرم والبركة، وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر، في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح، وهو أم الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى رب العالمين. سورة الطارق. والسماء والطارق، يقسم الله تعالى بالسماء والطارق، والطارق الكوكب، وسمي طارقا لأنه يطرق بالليل ويخفى بالنهار. النجم الثاقب، الثاقب المضيء الشديد الرضاء، كأنه يختلق ظلمة الليل. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهم حافظا من الملائكة الذين يحفظون النفس وما تعمل من عمل وقول وفعل، ويحصون ما تكسب من خير وشر. والحافظ على الحقيقة هو الله عز وجل، وحفظ الملائكة من حفظه لأنه بأمره. فلينظر الإنسان مما خلق، الإنسان يتفكر في مبدأ خلقه ليعلم قدرة الله على ما هو دون ذلك من البعث. خلق من ماء دافق أي مصبوب في الرحم، وهو ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما. يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب موضع القلادة من الصدر، والولد لا يكون إلا من الماءين. وقيل أن المعنى يخرج من جميع أجزاء البدن، إنه على رجعه لقادر، إن الله سبحانه وتعالى قادر على رجع الإنسان بعد موته بالبعث. يوم تبلى السرائر، أي يرجعه يوم تبلى السرائر، أي تختبر وتعرف، والسرائر ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، فعند ذلك يتميز الحسن منها من القبيح. فما له من قوة ولا نصر، أي فما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب الله، ولا نصر ينصره فينقذه مما نزل به. والسماء ذات الرجع، الرجع المطر، لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. والأرض ذات الصدع، هو ما تتصدع عن الأرض من النبات والثمار والشجر. إنه لقول فصل، أي إن القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، أي لم ينزل باللعب، فهو جد ليس بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. وأكيد كيدا، أي استدرجهم من حيث لا يعلمون، وجازهم جزاء كيدهم. فمهل الكافرين، أي أخرهم، ولا تسأل الله سبحانه تعجيل هلاكهم، وارضي بما يدبره لك في أمورهم. أمهلهم الإمهال الإنذار، رويدا أي أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد العالمين. سورة العلا. سبح اسم ربك العلا، أي نزه الله عن كل ما لا يليق به، والتسبيح والتنزيه. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعله في سجودكم. الذي خلق فسوى، أي خلق الإنسان مستويا فعدل قامته وسوى فهمه. والذي قدر فهدى، أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وأجالها. والذي أخرج مرعى، أي أمة العشب، فجعله غثان، أي بعد الخضار أصبح هشيما جافا أحوى، أي أسودا. سنقرئك، أي نجعلك قارئا فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه. وقيل هي معنى نسخ. ونيسرك اليسرى، أي نهون عليك عمل الجنة، ونهون عليك الوحي حتى تحفظ وتعمل به. فذكر إن نفعت الذكرى، أي عظ يا محمد الناس بما أوحينا إليك، وارشدهم إلى سبيل الخير، وهديهم إلى شرائع الدين. سيتذكر من يخشى، يتعظ بوعظك، من يخشى الله فيزداد بالتذكير خشية وصلاحا. ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار، لإصراره على الكفر بالله وانهماكه في معاصيه. الذي يصلى النار الكبرى، أي العظيمة الفظيعة، والنار الصغرى هي نار الدنيا، ثم لا يموت فيها، فيستريح مما هو فيه من العذاب، ولا يحيى حياة ينتفع بها. قد أفلح من تزكى، أي من تطهر من الشرك فآمن بالله وحده وعمل بشرعه وذكر اسم ربه، ذكر الله سبحانه وتعالى، فصلى، أي قام الصلاة الخمس.
بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تؤثرون الدنيا واللذات الفانية فيها، والآخرة خير وأبقى، أي أفضل وأدوم. إن هذا وهو ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده لفي الصحف الأولى، أي ثابت فيها. صحف إبراهيم وموسى تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله العالمين. سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية، وهي القيامة. وإنما سميت الغاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وجوه يوم ذن خاشعة، أي إن الناس يكونون يوم القيامة فريقين، الأول وجوههم ذليلة خاضعة عاملة ناصبة، كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة ينصبونها، ولا أجر لهم عليها لما هم عليه من الكفر والضلال. تسقى من عين آنية، أي يشربون من مائها، والماء الآني هو المتنهي في الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو نوع من الشوكي، لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يسمن الضريع أكله ولا يدفع عنه ما به من الجوع. وجوه يوم ذي النعمة، أي ذات نعمة وبهجة، وهي وجوه أصحاب الفريق الثاني، لما شاهدوا من نعيم عاقبة أمرهم، لسعيها راضية، أي لعملت عملة الدنيا راضية، لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في كلامها الجنة كلمة لغو، لأنهم لا يتكلمون إلا بالحكمة، وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم. فيها عين جارية، هذه العين تجري المياه فيها وتتدفق بأنواع الشرب المستلذة، وأكواب موضوعة، الأكواب الأقداح التي فيها الخمر موضوعة بين أيديهم يشربون منها، ونمارق مصفوفة وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض، وزرابي مبثوثة، الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق مفرقة في المجالس كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر ما يشاهدونه من المخلوقات، كيف خلقت على ما هي عليه من الخلق البديع، وإلى السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه، وإلى الجبال كيف نصبت، أي رفعت على الأرض راسخة لا تميد ولا تميل. فذكر، أي عظهم يا محمد وخوفهم، إنما أنت مذكر، ليس عليك ولا عليك إلا ذلك، لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر، لكن من تولى من الوعظ والتذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب جهنم الدائم. إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم، يعني محاسبتهم، في ثم نجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه العالمين. سورة الفجر، أقسم الله عز وجل بالفجر لأن الفجر وقت انفجار الظلام عن النهار، وقال مجاهد يريد به فجر يوم النحر، وليالي العشر، الليالي العشر من الحجة، والشفع والوتر، الشفع الزوج والوتر للفرج، وقيل الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة، والليل إذا يسر، أي إذا جاء وأقبل ثم أدبر. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي ذي لب وعقل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهم عاد الأولى، إرم ذات العماد اسم آخر لعاد الأولى، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نقبوا الصخور لتأخذوا بيوتا، وفرعون ذي الأوتاد، وهي الأهرامات التي تبناها الفراعنة تكونهم قبورا، الذين طغوا في البلاد صفة لعاد، وثمود فرعون طغت وبغت، فأكثروا فيها الفساد بالكفر ومعاصي الله والجور على العباد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أفرغ عليهم وألقى عليه تلك الطواف عذابا، إن ربك لبالمرصاد، يصد عمل كل إنسان فيجازيه خيرا بالخير شرا بالشر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه امتحنه واختبره بالنعم فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه، فيقول ربي أكرما، أعتقد أن ذلك هو من الكرامة، فرحا بما نال وسرورا بما أعطي، غير شاكر له على ذلك. وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره وامتحنه فقادر عليه رزقه، أي ضايقه ولم يوسعه له، فيقول ربي أهانا، من الإهانة، كلا، ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزج له، بل لا تكرمون اليتيم بما أتاكم الله من الغنى، ولا تحاضون على طعام مسكين، أي لا تحضوا أنفسكم على طعام مسكين، ولا يحض بعضكم بعضا، وتأكلون التراث، أي أموال اليتامى ظلما، والنساء والضعفاء أكل لما أكلا شديدا،
كلا، أي ما هكذا ينبغي أن يكون العمل. فإذا دكت الأرض دكا، الدك الكسر والدق، وجاء ربك سبحانه وتعالى فصل قضاء بين عباده، والملك صفا صفا، جاءوا مصطفين صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم مزمومة، والملائكة يجرونها، يومئذ يتذكر الإنسان يندم على ما قدم في الدنيا من كفر المعاصي، وأن له ذكرى، لم تنفعه الذكرى والندم بعد الموت. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب كعذاب الله، ولا يثيق وثاقه أحد، أي لا يثق الكافر بالسلاسل والأغلال كوثاق الله أحد. يا أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان، ارجع إلى ربك راضية بالثواب الذي أعطاك، مرضية عنده، فادخلي في عبادي، أي في زمرة عبادي الصالحين، وكوني من جملتهم، وادخلي جنتي معهم في أي تلك في تلك الكرامة، لا كرامة سواها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد رب العالمين. سورة البلد سورة مكية، لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بالبلد الحرام هو مكة، وأنت حل بهذا البلد، أي استحل منك مشرك مكة يدوك في بلد الحرام. ووالد وما ولد، يقسم تعالى بالوالد وأولاده كآدم وما تناسل من ولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. أي يحسب أن لا يقدر عليه أحد، أي أيظن ابن آدم أن لا يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد مهما اقترف من الذنوب. يقول أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا مجتمعا. أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأله عن ماله من يكتسبه في منفقه. ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا ينطق به، وشفتين يستر بهما ثغرة، وهديناه النجدين، أي ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر. فلقد تحمل عقبة، أي ألق نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله. فك رقبة، أي هي اعتقاق اعتاق رقبة وتخليصها من أسار الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم المجاعة. يتيم ذا مقربة، أي أن يطعم اليتيم هو الصغير الذي لا أب له ولا أم. أو مسكينا ذا متربة، لا شيء له، كأنه لصق بالتراب لفقره. ثم كان من الذين آمنوا، يعني فإن هذه القرب إنما تنفع على الإيمان إذا أتى بها لوجه الله تعالى، وتواصوا بالصبر على طاعة الله، والصبر على المعاصي، والصبر على ما أصابهم من بلايا ومصائب، وتواصوا بالمرحمة، أي بالرحمة على عباد الله. فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين، واستكثروا من فعل الخير بالصدقة. أولئك أصحاب الميمنة، وهي الجنة. والذين كفروا بآياتنا، أي بالآيات التنزيلية والآيات التكوينية، هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، وهي النار المشؤومة، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد رب العالمين. سورة الشمس من كتاب زبدة التفسير. والشمس وضعها، أي الضحى، وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها، والقمر إذا تلاها، أي تبعها، وذلك في الليل البيض، وهي ليلة 14 و15 و16 يطلع فيها القمر من المشرق ممتلئا بعد غروب الشمس، والنهار إذا جلها، أي جل الشمس، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاء، والليل إذا يغشاها، أي يغشي الشمس فيذهب بضوئها فتغيب وتظلم الآفاق، والسماء وما بناها، أي والسماء وبناء الله تعالى لها، والأرض وما طحاها، أي بسطها من كل جانب، ونفسي وما سواها، أنشأها وسوى أعضاءها، وركب فيها الروح، وجعل فيها القوى النفسية الهائلة والإدراكات العجيبة، وجعلها مستقيمة على الفطرة، كما في الحديث كل مولود ولد على الفطرة، فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن القبيح. قد أفلح من زكها، أي من زكى النفس وأنمها وعلها بالتقوى وفعال الخير. وقد خاب من دسها، أي خسر من أضلها وأغواها ولم يعمل بالطاعة. كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب الطغيان حملهم على التكذيب، والطغيان هو مجاوزة الحد في المعاصي، إذ انبعث أشقاها، أي حين قام أشقى ثمود أو أشقى البرية، وهو قدار بن سالف، فعقر الناقة، ومعنى انبعث أي انتدب لذلك وقام به. فقال لهم رسول الله، يعني صالحا، ناقة الله وسقياها، أي ذروا الناقة
حذرهم إياها وسقياها أي شرب الناقة من الماء، فلا تتعرضوا للناقة يوم شربها. فكذبوه بتحذيره إياهم فعقروها، أي عقرها الأشقى عقر الناقة، والجميع رضوا بما فعل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب. فسواها أي فسوى الدمدم عليهم وعمهم بها، فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. وقيل سوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب. ولا يخاف عقباها أي فعل الله ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبع. والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. سورة الليل من كتاب زبدة التفسير. والليل إذا يغشى أي يقسم الله تعالى بالليل عندما يغطي بظلمته ما كان مضيئا، والنهار إذا تجلى وهذا منه أقسام بالنهار متى ظهر وكشف ووضح لزوال الظلمة التي كانت في الليل، وما خلق الذكر والأنثى وهذا منه تعالى أقسام بخلقه لجنسي الذكر والأنثى بني آدم وغيرهم. إن سعيكم لشتى أي منكم أن يعمل للجنة ومنكم أن يعمل للنار. فأما من أعطى واتقى أي بذل المال في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى عنها وصدق بالحسنى أي صدق بالعوض من الله وبموعود الله الذي وعده أن يثيبه عوضا عما أنفق، فسنسره لليسرى أي نيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة لله. نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق، اشترى 6 نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله فاعتقهم. وأما من بخل أي بخل بالمال فلم ينفقه في سبيل الخير، واستغنى أي زهد في الأجر والثواب واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، وكذب بالحسنى أي بالعوض من الله عز وجل. فسنسره للعسرى أي نهيئ له الخصال العسيرة حتى تعسر عليه أسباب الخير والصلاح. وما يغني عنه ماله إذا تردى أي لا يغني عنه شيئا المال الذي بخل به، إذا تردى أي هلك وسقط في جهنم. إن علينا للهدى أي علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وإن لنا لآخرة والأولى أي لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء. فأنذرتكم نارا تلظى تتوقد وتتوهج لا يصلها إلا الأشقى وهو الكافر يجد صلاها وهو حر النار. الذي كذب وتولى أي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وعرض عن الطاعة والإيمان. وسيجنبها الأتقى أي سيباعد عنها المتقي الكفر اتقاء بالغ. الذي يؤتي ماله أي يعطي المال يصرفه وجوه الخير، يتزكى يطلب أن يكون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولا سمعة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس ممن يتصدق بماله يجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده يكافئ عليه، وإنما يبتغي بصدقته وجه الله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه العلى، أي لا يؤتي إلا لابتغاء وجه ربه لا المكافأة على النعم بل من الله عز وجل. ولسوف يرضى أي وتالله لسوف يرضى بما نعطيه من الكرام والجزاء العظيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله رب العالمين. سورة الضحى سورة مكية. أقسم الله تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى إذا أظلم، على اعتناء الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ما ودعك ربك أي ما تركك من دعتنا بك ولا أهملك من ربك ورعاك، وما قال أي ما أبغضك من أحبك، ولا الآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة شاملة. ثم امتن عليه بما يعلم من أحواله الخاصة فقال ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك لا أم لك ولا أب، ووجدك ضالا فهدى أي وجدك لا تدري من الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن أعمال وأخلاق، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى بما فتح الله عليك من البلدان. فأما اليتيم فلا تقر أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهر اليتيم، بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك بعدك. وأما السائل فلا تنهر أي لا يصدر منك كلام يسيء إلى السائل،
ولا تنهر السائر بشراسة، بل أعطيه ما تيسر أو رده بمعروفة وإحسان. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية. أثني على الله بما هو أهل سبحانه وتعالى، وخص الله بالذكر، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق. فإن التحدث بنعم الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من عم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله رب العالمين. سورة الشرح سورة مكية، يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا، لا يكاد ينقاد للخير ولا تكاد تجده مبسطا. وضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، أي علينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في دخول الإسلام وفي الآذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي على الله بها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقترن معه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر دخل ضب لدخل عليه يسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن الفرج مع الكرب، وإنما العسر يسرا. ثم أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوق في القلب، فاجتهد في العبادة والدعاء وإلى ربك، يعني إلى ربك وحده، فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة الدعاء وقبول العبادة. لا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقيل إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال المطالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد رب العالمين. سورة التين سورة مكية، والتين وهو التين معروف، وكذلك الزيتون، ومحل وجود التين والزيتون في أرض الشام محل نبوة عيسى عليه السلام، وطور السنين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل وأشرف الأنبياء، والمقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهر وباطنا شيئا. ومع هذه النعم العظيمة والتي ينبغي منه قيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور واستفساف الأخلاق، فردهم الله أسفل سافلين، أي أسفل النار موضع العصاة، متمردين على ربهم. إلا من الله عليه بالإيمان وعمل الصالح والأخلاق الفاضل العالية، فلهم بذلك المنازل العالية أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فما يكذبك بعد بدين، أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء الأعمال، وقد رأيت من آية الله كثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يجب عليك ألا تكفر بشيء منها. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي فهل تقتضي حكمة الله عز وجل أن يترك الخلق سدى، لا أوامر ولا نواهي ولا ثواب ولا عقاب؟ أي الذي خلق، أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من نعم والخير ربهم تربية الحسن، لابد أن يعيدهم إلى دار مستقر وغاية لهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. سورة اقرأ سورة مكية، وهي أول السور القرآنية نزولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر الخلق، ثم خص الإنسان من علق، خلق الإنسان واعتنى بتدبيره وأرسل إليه رسل وأنزل عليه الكتب، ولهذا ذكر بعد الأمر القراءة خلق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم، كثير العطايا، واسع الجود والكرم.
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن والحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق. ولكن الإنسان الجهلي وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن لربه رجعا، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله تعالى لهذا متمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى إن كان العبد المصلي على الهدى العلم الحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذه صفاته؟ أليس هذا النهي من عظم المحاذر لله والمحاربة للحق؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعن بالناصية، أي لن أخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الذي حق عليه العذاب ناديا، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به، سندعو الزبانية أي خزنة جهنم لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر، فهذه حالة الناهي وما توعده وما توعد بهم من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصغى إلى هذا الناهي، ولا ينقاد إلا لنهيه، فقال: كلا لا تطعه، أي فإنه لا يمر إلا بما فيه الخسار، واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات، وهذا عام وليس خاص، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى رب العالمين. سورة القدر سورة مكية، يقول تعالى مبين لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان، وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم قدرها مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من سبحانه وتعالى وتبارك على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. تنزل ملائكة الروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر، سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك كثرة خيرها، حتى مطلع الفجر أي متداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. سورة البينة سورة مدنية، قال الله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم، منفكين، أي لا يزالون على كفرهم وضلالهم حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: يتلو صحف مطهرة، أي محفوظة من قربان الشياطين، فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقاد له، فليس ذلك ببضع من ضلالهم وعنادهم،
إلا من بعد ما جاتهم بينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، مع أن جميع الكتب جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهر وباطن وجه الله، وطلب الزلفى لديهم حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام جميع شرائع الدين، وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم بينة فقال إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون، أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنهم بما عد لهم من أنواع الكرامات والجزاء المثوبات، ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام ما أوجب عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد رب العالمين. سورة الزلزلة سورة مدنية، قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترتجف وترتج حتى يسقط عليها من بناء ومعلم، الجبال تتك، التلال تسوى، تكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتى، وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في بطنها من أموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظم لذلك ما لها، أي أي شيء أرض أرض، أي شيء جاء لها، يومئذ تحدث أخبارها أي الأرض، وتشهد العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر عما عمل عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا، أي فرقا متفاوتين، ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاء موفورا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذر التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس بما ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا في آل عمران، وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا في الكهف، وهذا فيه الترغيب في فعل الخيرات ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. والحمد لله رب العالمين. سورة العاديات سورة مكية، أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم الخلق، والعاديات ضبحة أي العاديات الجاريات جريا قويا سريعا، يصدر في صدر الفرس صوت يسمى الضبح عند الجري، فالمريات أي تطع الفرس بحافرها على الصخر قادحة أفدان قادح النار من شدة صلابة الحوافر والصخر، فالمغيرات على العداء صبحا، وهذا وقت لغارتكم في الصباح، فأثرن به أي بجريهن وغارتهن نقعة أي غبارا، أي يكون منه الغبار، فوسطن به جمعا أي تتوسط الفرس براكبها وبفارسها جموع الأعداء التي غار عليهم. ونقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، أي طبيعة الإنسان إنه يجحد الخير ويمنع الحق الذي عليه إلا برحمة الله سبحانه وتعالى.
وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان يشهد على نفسه بأنه يمنع الحق ويبخل بالمال لحبه إلا رحم الله سبحانه وتعالى. إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد، وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي كثير حب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة النفس على حق الله، وكل هذا لأنه اقتصر نظره على حب الدنيا وغفل عن الآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى حاثا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم، أي ألا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم له يوم إذ لخبير، إن ربهم بهم يوم إذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهر والباطنة الخفية والجلية مجازهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب الرضا والحمد العالمين. سورة القارعة سورة مكية، قال الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس هو أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعين المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في النمل، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين أو تنصب الموازين وينقسم الناس إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي هي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما في الفرقان. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه أو يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة حرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. نستجير بالله منها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. سورة التكاثر سورة مكية، يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له: خلق الله سبحانه وتعالى الخلق للعبادة والتوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى والنابة إليه ومحبة الله عز وجل وتقديم هذه المحبة على كل شيء. ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد والخدم والجاه إلى غيرها. فاستمرت هذه الغفلة، يعني كانوا في غفلة في هذا التكاثر من الأموال والأولاد وغيرها، حتى جاءهم الموت، حتى زرتم المقابر فانكشف عنكم كل شيء. المقابر هي البرزخ ما بين، يعني الفاصل والحاجز ما بين الدنيا والآخرة، ما بين الدنيا والآخرة، يعني طريق من الدنيا إلى الآخرة. ولهذا توعدهم سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم للأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون، لترون الجحيم، أي لتردنا يوم القيامة فلترون الجحيم التي عدها الله الكافرين
ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، في الكهف. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه؟ فيأتيكم الله سبحانه وتعالى من عبد الله واستعان على المال على طاعة الله، الله يعطيه النعيم الدائم. أما حال هؤلاء الذين لهم التكاثر وتركوا حق الله سبحانه وتعالى، فرأوا يوم القيامة العذاب ولم يقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى، وما استعانوا به على الطاعة بل استعانوا على المعاصي، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب العالمين، سورة العصر، سورة مكية. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، له سبحانه وتعالى أن يقسم بمخلوقاته، أما نحن البشر فلا يجوز لنا أن نحلف ونقسم بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، الأصل في الإنسان الخسران، إلا من تصف بأربع صفات. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا المستثنى، إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل صالحا والتواصى، يوصي بعضهم بعضا بالأعمال الصالحة وبالإيمان، وتواصوا بالصبر، ويتواصوا بالصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى طاعة الله عز وجل وعن معصية الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، سورة الهمزة، سورة مكية. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الويل هذا وعيد ووبال وشدة وعذاب لكل همزة لمزة، الهمزة أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. صفة هذا اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وعد المال، ويبخل بالمال ولا يصل الرحم، يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كد هذا الرجل البخيل هماز اللماز، وسعه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا ليبدن في الحطمة، أي يطرحن طرحا في النار. الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، هذا تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد آيسوا من الخروج منها. ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة، لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هاي آية السجدة. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب العالمين. سورة الفيل سورة مكية. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا البيت الحرام وأرادوا خراب الكعبة، تجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجيش كبير لا تستطيع العرب المدافع عن الكعبة، حتى هرب أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم من الهلاك. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محماة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شر هذا الجيش ورد كيدهم في نحورهم. وهذه القصة معروفة مشهورة، وكانت هذه السنة هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. سورة لإلاف قريش سورة مكية أيضا. قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي بسورة الفيل، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله عز وجل من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله عز وجل بالشكر، فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة للشكر الله عز وجل، فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. رب العالمين. سورة الماعون سورة مكية. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ذم الله من ترك حقوق الله وحقوق العباد. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي كذب بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي يدفع اليتيم بعنف وشدة، لا يرحم اليتيم لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ولا يحض ألا يحث الغير على الطعام، يعني لا هو يطعم المسكين ولا يحث الغير على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها تاركون لوقتها مخلون بأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم لأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات، والسهو عن الصلاة غير السهو في الصلاة. ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس، ويمنعون المعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت به العادة ببذله والسماح به، فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون المعون، فكيف ما هو أكثر منه. في هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كآرية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
الله رب العالمين. سورة الكوثر سورة مكية أيضا، قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو النهر يوم القيامة، ومنه الحوض، والحوض في الطول شهر والعرض شهر، وعدد آنية هذا الحوض بكثرة وعدد نجوم السماء في الكثرة والإضاءة. ماء هذا الحوض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه منة على عبده أمره بشكرها فقال: فصلي لربك وانحر. خص هاتين عبادتين بالذكر لأنهما أفضل من العبادات وأجل القربات، لأن الصلاة تتضمن الخضوع لله في القلب والجوارح، وتنقل القلب والجوارح في أنواع العبودية، وفي النحر أي ذبح الأضاحي والهدي، تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر. والمال جولة النفوس على محبته فيبذله لله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر، أي كل مبغض وذام لك يا محمد هو الأبتر، أي هو المقطوع من كل خير، مقطوع من العمل الصالح، مقطوع من الذكر. وأما أنت يا محمد فأنت الكامل في الخلق، لك الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نكمل تفسير القرآن العظيم من كتاب التفسير للشيخ سعد رحمه الله تعالى. سورة الكافرون سورة مكية، وهي براءة من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لي دين. أي قل أيها الرسول الكافرين، معلنا ومصرحا بذلك، لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في العبادة، فكل عبادة مقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك صار وصفا لازما. ولهذا ميز الله عز وجل بين الطائفتين والفريقين وفصل بينهما، فقال سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وقال تعالى: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين. سورة النصر سورة مدنية، أي نزلت مدينة. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة بشار بالنصر وفتح مكة، ثم دخول جماعات كثيرة من الناس في دين الله في الإسلام. هنا أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والاستغفار، حيث قال سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في كل ركعة وسجدة، حيث كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي هذه السورة نعي لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعيش بعدها إلا أياما. وتختم الأعمال بالاستغفار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. سورة تبت يدا أبي لهب سورة مكية، أي نزلت بمكة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي، لا عنده حمية ولا قرابة ولا دين، قبحه الله فعاقبه الله عز وجل بهذا بأن يدخل جهنم. تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي. وتب أي لم يربح. ما أغنى عنه ماله وما كسب،
الذي كان عنده يعني كان عنده من المال الكثير، حيث كان سبب من طغيانه، فهذا المال لا ينفعه يوم القيامة ولا يرد عنه العذاب يوم القيامة، سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هو وامرأته حمالة الحطب، وهذه كانت أيضا شديدة الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، تتعاون مع زوجها أبي لهب على الإثم والعدوان وأذية النبي صلى الله عليه وسلم. حمالة الحطب كانت تحمل من الأوزار على ظهرها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم كمن يحمل الحطب على ظهره. في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من ليف، نسأل الله سبحانه وتعالى عافية. أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبل من مسد. وفي هذه السورة آية ومعجزة، آية عظيمة وباهرة من آية الله، فإن الله عز وجل أنزل هذه السورة وأبو لهب ومرأته كانوا أحياء، وحكم الله عز وجل عليهما بالنار ومات على الكفر وعذاب الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكم لتفسير القرآن من كتاب التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قل هو الله أحد، هذه السورة مشتملة على التوحيد. قل أيها الرسول قولا جازما، هو الله أحد، أي لا إله غير الله ولا معبود بحق غير الله، هو الإله والرب سبحانه وتعالى. الله الصمد، الصمد تصمد إليه الخلائق، أي تطلب منه الحاجات. لم يلد ولم يولد، لا ولد له ولا والد لكماله وغناه سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه السورة مشتملة على توحيد أسماء والصفات. قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق، سورة مكية أيضا. قل أيها، يعني أيها الرسول متعوذا، قل أعوذ وألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق. الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق من جنس، من إنس وجن وحيوانات، تستعيذ بالله من شرور هؤلاء الخلق كلهم. ثم خص بعد ما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل، غاسق إذا وقب إذا دخل، أي إذا دخل الليل، فتستعيذ بالله من الشرور، لأن تنتشر في الأرواح الشريرة الشياطين وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكف الصبيان. ومن شر نفاثات في العقد، أي الساحرات التي يعقدن ويسحرن الناس، فتستعيذ بالله من شر هؤلاء السواحر. ومن شر غاسق، ومن شر حاسد إذا حسد، أي تستعيذ بالله وتلتجئ إليه سبحانه وتعالى وتعتصم به من شرور هذا الحاسد العائن. فالسورة مشتملة على الاعتصام والالتجاء إلى الله من جميع شرور الخلق. سورة الناس وهي أيضا مكية، قل أعوذ برب الناس، أي قل أيها الرسول ألتجئ وأعتصم وألوذ برب الناس الذي هو ملك الناس، لا مالك غيره، هو مالك الناس سبحانه، مالك اليوم والدين، ملك الناس، إله الناس، أي هو الإله الحق، من شر الوسواس الخناس، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا هذا العبد ذكر الله خنس الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله غفل وسوس له، فالإنسان يكون دائما على ذكر. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، أي من الجن والناس عموما، فيستعذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويلتج إليه ويتصبه من جميع هذه الشرور، والحمد لله رب العالمين، صلى الله